أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. الأجواء الحالية أجواء معتدلة تميل إلى الدفء، ودرجات الحرارة المسجلة على أغلب المناطق تتراوح ما بين 23 إلى 27 درجة مئوية. الهواء جنوبي شرقي خفيف إلى معتدل السرعة، التراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. أيضا تظهر بعض السحب العالية المتفرقة على بعض المناطق، فرص أيضا لأمطار خفيفة متفرقة اليوم ومستمرة معنا خلال الأيام القليلة القادمة. الهواء الشمال الجنوبي الشرقي خفيف إلى معتدل السرعة، مستمر معنا حتى صباح يوم الغد، ومن بعدها راح تبدا الرياح تنشط تدريجيا، متوقع في يوم الغد تتجاوز سرعه الرياح 50 كيلومتر في الساعه. اجواء تميل الى عدم الاستقرار ابتداء من يوم الغد ومستمره حتى يوم الثلاثاء، راح نوافيكم في تفاصيل اكثر عنها خلال النشره. الاجواء الحاليه في مدينه الكويت اجواء غائمه جزئيا، الهواء حاليا شمالي شرقي سرعتها 5 كيلومتر في الساعه، درجه الحراره الحاليه 27 درجه مئويه، الرطوبه النسبيه 24%، والرؤيه الافقيه ممتازه تتجاوز ال 10 كيلومتر. صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية تبين لنا عبور السحب العالية على بعض المناطق في دولة الكويت. عبور السحب مستمر معنا خلال الأيام القليلة القادمة. حاليا دولة الكويت تقع تحت تأثير امتداد منخفض جوي مأثر علينا بهواء جنوبي شرقي، راح يكون ملحوظ أكثر في يوم الغد، نشاطه ابتداء منتصف يوم الغد مستمر معنا هذا النشاط خلال الأيام القليلة القادمة. عبور بعض السحب أجواء متوقع تكون غائمة إلى غائمة جزئيا خلال الأيام القليلة القادمة، مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة وقد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق. الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء باردة نسبيا، ومتوقع تصل درجات الحرارة بوجه عام ما بين 14 إلى 16 درجة مئوية. الهواء جنوبي شرقي خفيف إلى معتدل السرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. تظهر أيضا بعض السحب العالية المتفرقة على بعض المناطق، وهذه الأجواء مستمرة معنا حتى صباح يوم الغد. الهواء جنوبي شرقي خفيف السرعة، ودرجات الحرارة معتدلة تميل إلى الدفء في صباح يوم الغد 17 إلى 19 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية وكذلك الجزر. منتصف يوم الغد راح ينشط الهواء الجنوبي الشرقي، متوقع تتجاوز سرعته أحيانا 55 كيلومتر في الساعة، راح يتسبب بارتفاع الأمواج اللي قد تصل إلى 6 أقدام، وأيضا نشاط الرياح راح يتسبب بإثارة بعض الأتربة والغبار اللي تتسبب بتراجع وتدني في مدى الرؤية الأفقية. لذلك نتمنى منكم في يوم الغد أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الأجواء، وأيضا متابعة نشراتنا الجوية باستمرار. مساء يوم الغد راح ينشط الهواء الجنوب الشرقي أكثر، متوقع تتجاوز سرعته أحيانا 60 كيلومتر في الساعة، مستمرة معنا الأجواء الغائمة وفرص الأمطار واردة خفيفة متفرقة وقد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق. ونذكركم أعزائي المشاهدين أن لازلنا في فترة سباق السرايات، وهذه الفترة معروف عنها التقلبات الجوية المفاجئة، وأي استقرار في هذه الفترة يعتبر استقرار نسبي ومؤقت. البحر خلال 24 ساعة القادمة راح يكون معتدل إلى عالي الموج بفعل نشاط الرياح الجنوبية الشرقية. في نهار يوم الغد متوقع يصل ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 6 أقدام، أما مساء ما بين 3 إلى 7 أقدام، وتيارات الماء لا زالت قوية في فترات الحمل. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت: موعد أذان الفجر الساعة 4:29، شروق الشمس الساعة 5:48، وموعد أذان المغرب الساعة 6 دقيقة. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة: الثلاث أيام القادمة راح يكون في نشاط للرياح الجنوبية الشرقية، متوقع تتجاوز سرعتها في يوم الغد 55 كيلومتر في الساعة. أجواء أيضا راح تكون غائمة وفرص لأمطار خفيفة متفرقة تكون رعدية على بعض المناطق، العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية. أيضا نشاط الرياح راح يتسبب بإثارة بعض الأتربة والغبار على بعض المناطق اللي راح يتسبب أيضا بتدني وتراجع في مدى الرؤية الأفقية. راح ينشط الهواء الكوس أكثر في يوم الأثنين، وقد تتجاوز سرعته 60 كيلومتر في الساعة. أجواء تميل إلى عدم الاستقرار خلال الأيام الثلاثة المقبلة، لذلك نتمنى منكم خلال هذه الأيام عدم تداول أي رسائل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد التأكد من مصدرها، خاصة المصادر الرسمية في دولة الكويت: إدارة الأرصاد الجوية وكذلك قطاع الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون دولة الكويت. يوم الأثنين مثل ما قلنا راح تتجاوز سرعة الرياح 60 كيلومتر في الساعة، وأجواء غائمة وفرص أمطار قد تكون رعدية، وأيضا فرص لبعض الغبار المثار على بعض المناطق، العظمى 33 والصغرى 19 درجة مئوية. راح يستمر معنا الهواء الكوس حتى منتصف يوم الثلاثاء، ومن بعدها راح تبدي تتحول تدريجيا الرياح إلى رياح شمالية غربية، وراح تقل السحب تدريجيا، وأيضا تتراجع فرص الأمطار، العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية. هواء شمالي غربي
بخفيف السرعة، وأجواء بإذن الله ترجع مستقرة في يوم الأربعاء وكذلك في يوم الخميس. العظمى المتوقعة 30 إلى 31 والصغرى 13 إلى 15 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، فترة سبق السرايات وأي استقرار في هذه الفترة يعتبر استقرار نسبي ومؤقت. نتمنى السلامة للجميع، والآن نأخذكم في جولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم والمدن حول العالم.